انه حاليا فيها استمرار لتقديم القرابين لمعبودات اقليم منفي بالكامل. كل المعبودات الموجوده في الاقليم الاول بتقدم فيها القرابين. اللوحه من الحجر الرملي النوبي قمتها مستديره، فيها قصه طويله جدا من العوامل اللي اثرت عليها ودمرتها بسبب وجودها مياه الرشاح ووجود مياه الكوفيه، بعض الاعتداءات عليها اكثر من مره في محاوله سرقتها، واخيرا عثر عليها جيولوجي في القرن 19 وتحديدا في 1859. هذا الجيولوجي بيعرف باسم ليونارد هورنر، وفي اثناء الاعمال بتاعته الخاصه برفع الموقع والتنقيب فيه قدر ان هو يتمكن من الحصول على هذه اللوحه. واللوحه دي كان سبق اكتشافها من سنه 52، وابتدى يذكرها مجموعه من العلماء، كل واحد بيحاول ينسب الفضل لنفسه، انا اللي اكتشفتها، انا اللي نسختها، انا اللي عرفتها. القصه دي كانت صراع ما بين العلماء، من اشهر هؤلاء العلماء ماسبرو وبروكش سنه 59 و62، اللي كل واحد منهم ادعى ان هو كان له فضل اكتشافها ونقل نصها. والحقيقه ان جيولوجي قتلهم في 52 ل 59 وبروكش. اللوحه حسب نقش مارييت ليها سنة 1671 في كتابه مونيومس ديف ديجيبت اتنوبيا، نقل لنا هذه النقشة والرسمة وعلق عليها ماسبرو في المقدمة بتاعتها اللي صدرت في الطبعة الثانية نفس الكتاب سنة 1887. ده الوضع اللي قدمه لنا في 1871 مارييت. اللوحة أصيبت بدمار هائل وأغلبية نقوشها فقدت. أما جالنا فاتسونومي جام سنة 1927 اللي نشرهالنا في الأنال سيرفيس اللي هي حملات المجلس مصلحة الآثار ساعتها في الوقت ده اسمها، نشرهالنا كان كتير من النصوص اللي فيها فقدت. وللأسف لم يتمكن ده بمعرفة إنه سبق نشرها بواسطة مارييت في النقش، وإلا كان استكمل الفجوات واستكمل المعلومات الناقصة فيها. فبالتالي هو عمل ترجمه ونقل للنص حسب ما هو قدر يتمكن فيها في عشرينيات القرن العشرين. اللوحه طولها 3 متر 25 عرضها 1.45 متر. نصوصها الهيروغليفيه بتشير ترجمتها انها اعلان عن هبات وعطايا خصص الملك واحد براع سادس ملوك الاسره 26 لمتح رب مدينه منف، وهي كانت اراضي شاسعه جدا اللي هو وهبها له على هذه اللوحه، بما فيها من عبيد وطعام وحيوان ومشية وما تنتجه هذه الارض وهذه المشية من منتجات. يعني الجمل بمحمل الارض بكل ما عليها بكل ما تنتجه. بالمناسبه احنا عندنا نصوص من عهد الاسره الخامسه لنفر اير كارع في منطقه قفط، معبد قفط، كانت تقول لنا ان الملك وهب الارض للمعبد، ولكن كل المنتجات بتاعت المعبد عليها انها ترجع ضرائبها الى الخزانه الملكيه. فمش معنى، عشان كده لو وقفت عند النقطه دي انا اكد عليها، انه مش بالضروره ان انا اديت الارض والجمل بما حمل، ولكن يمكن ايضا انه تكون الارض المعبد وكل ما تنتجه هذه الارض يكون للاداره الملكيه، او بالعكس صحيح، الارض للاداره الملكيه والمنتجات هي للمعبد. عندنا بقى حاله زي كده، كل ما يمكن. ده يخلينا نرى المساله بصوره جديده. ايه هي الاسره 26؟ أليست القصة 26 هي عصر ازدهار جديد ومحاولة العودة لكل سمات الدولة القديمة كعصر الرنسانس متأخر، عصر النهضة متأخر، استشفاف مجد ما مصر ومنف في عصر الدولة القديمة وعادة إحياء. هو ده اللي أرادوا من خلال هذه اللوحة يذكره الملك واحد إبراهيم. أنا بعيد مجد منف العاصمة اللي كانت أيام ملوك الدولة القديمة، زي ما إحنا قعدنا اللغة بتاعتهم وكتبناها واستخدمنا لغه الدوله القديمه في عصر الاسره 26 ومن قبلها ابتدت الظاهره دي في الاسره 25. ليه كمان بقول ابتدت في الاسره 25؟ لان ملوك الاسره 25 اللي كان اصلهم من كهنه الاقصر اللي نزلوا للجنوب للسودان، اما رجعوا مع بعانقي ودخلوا مصر وفتحوها مره ثانيه استقروا في منف وجعلوها عاصمه للبلاد. جعلوها عاصمه الاسره 25. وبما ان هي عاصمتهم رجعوا لكل تراث المدينه من الايام الدوله القديمه وابتدوا يستخدموا كتابتها. فظاهرة إعادة استخدام اللغة الخاصة بالعصر الدولة القديمة في الأسرة 25 و 26 ما هوش فقط رغبة إحياء المجد
وعوده للماضي. لغايه دلوقتي ما حدش من العلماء فسر هي ليه رجعوا للدوله القديمه. هما بس بياكدوا الظاهره الحاله. بس ليه؟ هل في حد فسرها؟ على حد علمك في حد فسرها؟ لا، بس اللي انا اعرفه انه كان في الفتره احنا ده العصر متاخر دلوقتي، الدنيا محدوده فيه، كان في حكم جنوبي امريكا و23 24 مفككه و25 جنوبي طبعا يعني الحمد لله. ف 26 جت الانسان بقى في حاله الهزه ديت بيسترجع ويستمسك بكل تجاديد الماضي لكي يشعر ان هو موجود وكان. ده محاولات البعض لهذا التفسير، ولكن هو ده الوحيد المتاح. في الغالب هم بيقرروا الواقع، إعادة مجد الدولة القديمة بكل مظاهرة خاصة في اللغة بتاعتها. الواقع ده كده، أسرة 25 كانت من القوة، هي أصلا أسرة مصرية لكهنة مصريين عاشوا في النوبة العليا وأتوا مصر ليعودوا مجدها، لم يضروا بالمعابد، قدموا القرابين، دخلوها، المصريين استقبلوهم بكل سلاسة، ترحيب في الاقصر واسط، ترحيب ايضا فينا بحج منف. هذه هي الاسره 25، كل ملوكها استخدموا منف كعاصمه للبلاد ومقر للاداره الملكيه الحاكمه، فقط ليس مقر للقصر الملكي ولكن ايضا للاداره. اغلبيه الموظفين الخاصين بالاسره 25 ومن بعدهم الاسره 26 كانت في منف. يعني عاصمه البلاد في الاسره ترحيب ايضا فينا بحج منف. هذه هي الاسره 25، كل ملوكها استخدموا منف كعاصمة للبلاد ومقر للإدارة الملكية الحاكمة، فقط ليس مقر للقصر الملكي ولكن أيضا للإدارة. أغلبية الموظفين الخاصين بأسرة 25 ومن بعدهم أسرة 26 كانت في منف. يعني عاصمة البلاد في أسرة 25 أو 26 أو حد من حبينا نقولها الحق، هي منف، ليست سايس على الإطلاق نسبة حسب ما هيرودوت زي ما مانيتون قال لنا الأسرة بتعود إلى أصل سايس. الاصل شيء والعاصمه شيء. والدليل على كده ان كل الاداره والشخصيات الحاكمه في اسرتين 25 و26 كانت مقرها منف وبتدفن في جبانه صقر. وتماثيل كبار الموظفين بتهدى وتوضع في باحات معابد منف. دي حاجه. تفسيرا بقى للعلامات والكتابات اللي هي اصلا كل لغه هذه اللوحه بتنتمي الى لغه الدوله القديمه. ولغه الاولد ايجيبشن تحديدا اللي هي لغه الكتابه في عصر الدوله القديمه، مش الدوله القديمه في حد ذاتها ولكن كطراز لغوي. امر طبيعي جدا بما ان انا عايش ومستقر في هذه المدينه، والمدينه هي دي مقر سكن، كل مطالعاتي للنصوص هتكون ايه؟ اثار المدينه ذاتها. كل التقاليد والروتين الحكومي الخاص بالصيغ موجود في المدينة منذ نشأتها وتأسيسها. أما بحب أرجع لأي مرجعيات، برجع لأرشيف المدينة وأرشيف المعبد وأرشيف الإدارة الملكية جواها، هتطلع على نصوص لوحة إيه؟ كل النصوص اللي أنا بواجهها هي نصوص سماتها البحتة سمة لغة العصر القديم الأولد إيجيبشن. دي اللغة اللي موجودة وده اللي متاح عندي. وبما ان انا المنف في عاصمتي في 25 و26 كان سهل جدا، اللغه اللي انا بقراها هي اللغه اللي انا هكتبها. ما ننساش ان الاولد ايجيبشن نشا في منف. لو عايزين نقول ان الميدل ايجيبشن نشا في مكان تاني هنقول نشا في ايناس. عايزين نتكلم عن الليت ايجيبشن هنقول نشا عندنا في وسط. للاسف نظره اللغه واصل نشاتها كتير ما حدش بيتكلم عنه. ولو فهمناها نقدر نفسر احداث زي كده. نقدر نفهم ليه الأسرة 25 و26 لجأوا للأولد إيجيبشن للغة مصر في العصر القديم واستخدموها على الآثار. مش إحياء للماضي ولا حاجة. هي الواقع اللي هما فيه. هي المدينة طول عمرها بتستخدم طريقة الكتابة دي. ده حتى في نصوص الدولة الحديثة أو الدولة الوسطى على الآثار منف هنلاقيها بتختلف بسماتها عن نصوص الدولة الوسطى والدولة الحديثة في أي موقع آخر في مصر. ليه؟ لأن بتتميز بخصوصية الموقع. انا اللي انشات الاولد ايجيبشن، انا اللي انشات اللغه في عصرها العتيق في منف، فبالتالي انا بستمر عليها طول الوقت. بيحصل عليها تغيرات طفيفه ولكن ليست مغيره للهيكل العام. دي اهميه لوحه زي كده بتكشفها لنا. بنلاقي كمان مجموعه من المعلومات ان كل المعبد باراضيه بكل ممتلكاته تم ايقافه على الارض بتاعه الاقليم على المعبد المربع. يعني كل اقليم الاول هنا بحج الجدار الابيض
تم جعل اراضي موقوفه للمعبد ده، بتحول الاقليم كله وقف للمعبد وربه. وهنا نقدر نفهم كلمه ظهرت كده في المصادر اليونانيه اسمها تيمينوس، موجوده ممكن في بعض الكتب الاجنبيه اللي احنا بنطلعها، ولكن للاسف مش هتلاقوا لها ترجمه دقيقه. ايه هو التيمينوس؟ هو النطاق المقدس لمعابد الارباب بما فيه المعبد ذاته والاراضي المحيطه به ومساكن الكهنه وكل الاراضي الموقوفه التي تحيط بكل هذا النطاق. هو ان هذا انا بالعربي بحاول اترجمها في كلمه واحده، النطاق المقدس. الكلمة تيمينوس هي كلمة يونانية ظهرت لنا في المصادر والآثار اليونانية. عندنا بيصدر أوامره الوحي براع إن بإعادة الأملاك، ويهمنا قوي الكلمة اللي استخدمها المصري إعادة الأملاك. يبدو إن حصل قبل هذا الملك اغتصاب لأملاك المعبود بتاعه بواسطة أحد الملوك. اللوحة ما حددتش مين هو اللي قام بهذا الحدث، ولكن في الأسرة ما بين 25 و 26 حصلت لنا احداث كتير. مع ملوك الاسره 25 جالنا الغزو الاشوري من الخارج اللي دمرت فيه المدينه على ايد اسر حضون واشور بالبال، وفي اسر حضون فضلت المدينه مولعه 15 يوم كامله النيران فيها. يبدو ان تم اغتصاب في خلال فتره الضعف اللي لحقت هذا الغزو وبدايه الدوله او نقدر نقول الاسره 26 تحديدا. والقصه الاسطوره اللي بيقولها هيرودوت عن بسماتك انه كان احد قاده 12 وشرب في كاس الملحوظه البرونزيه بخلاف كل القادة ال 11 الآخرين. يبدو خلال هذا الضعف تم مع ضعف الإدارة الملكية وضعف البلد انتزاع أجزاء من أملاك المعابد خارج هذا النطاق المقدس. فبيجي وحي براع بيعمل لنا عملية إعادة الأمور إلى نصابها، رجع لنا كل أملاك المعابد إلى ذاته. فاستخدم فكرة كلمة إعادة. إحنا أحيانا بنقرأ من النص كلمة زي كده ما تقفش في بالنا، ايه اعاده؟ خلاص خرج ادى املاك للمعبود. بس النص المصري بيفرق جدا بالمصطلحات اللي بيستخدمها. في فرق ما بين يخصص وما بين يهدي وما بين ان هو يقول يعيد. اما استخدم كلمه زي كده احنا عندنا وراها تحليل كبير اتكلمنا عنه دلوقتي، زي ما حصل احداث من دمار المدينه، غزوات خارجيه على ايد الاشوريين ثم المماليكيين، ثم ضعف الاداره الملكيه في بدايه الاسره 26 لانه بسماتك جه من خلال نزاع. هو جاي بيحارب اسره بقاياها هي الاسره 25، اسره مصريه اصيله، مصريه اصيله لان هم سلاله كهنه امون الاقصر واسط. وهو بسماتك يعتقد حتى الان في ارجح الاراء ان هو ذو اصل ليبي كاستمرار لسلاله الاسرات 22 و 23 24. في نفس الوقت هو جاي بمحاولة تتويج خارجية من مملكة أشور العراقية. الملك نصب أبو نكاو الأول أمير على المنطقة وحامي لمصر، وبالتالي أما بيجي بسماتك الأول بيعمل إيه؟ بيكون كأنه جاي بفرض سلطة خارجية أجنبية على البلاد. عشان كده طلع الأسطورة اللي ذكرها لنا هيرودوت إنه لازم خد بركة الإله وأسطورة الخوذة البرونزية وشرب النبيذ فيها، وكده يبقى تم اختياره من الرب من المعبود. وأنهي معبود؟ بتاعه اللي إحنا ذكرنا عنه المرة اللي فاتت في الآثار اللي جوه المتحف، إنه معبده بيتضمن قاعة التتويج الملكية. كل ملوك مصر بييجوا يتوجوا بيروحوا لقاعة السترت، قاعة العرش العظمى اللي جوه معبد بتاعه عشان يتوج ملك. ويوم ما يحب يحتفل بالعيد الحبسد بيروح للبتاح لان هو رب الاعياد اليوبيليه، ويحتفل باليوبيل داخل معبده في قاعه السيتويت. اذا كل الشرعيه للاداره الملكيه في مصر القديمه منبعها معبد البتاح. دي نقطه مهمه قوي ان احنا نقفل. وبالتالي يبرر بسماتك لنفسه الحدث اللي هو عمله بانه بتاعه هو اللي اختاره والاسطوره عشان كده. ليه؟ لان هو اصلا جاي فرض سياسه خارجيه من اشور، زي ما دلوقتي جايين لنا فرض سياسه خارجيه من الولايات المتحده الامريكيه. احنا بنتكلم عن سيطره خارجيه بتفرض حاكم على البلاد، والملك دوت بيحاول يبرر نفسه، فبيبرر نفسه بهذا المعبود وهذا المعبد وهؤلاء الكهنه اللي لديهم الوحيدين السلطه باعطائه الهيبه والشرعيه في الحكم. وبالتالي هو كانت سلطته ما زالت ضعيفه في البلاد.
ما قدرش يرجع الممتلكات. فجه بقى هذا الملك بقوة وبعد فترة طويلة وهو سادس ملوك قصص التعشير وحي إبراع أبرز يعيد الأمور إلى نصابها ويعمل الأراضي. وبيحذر أي شخص من الاعتداء عليه أو عدم تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى المكملة له وإلا تعرض إلى أقصى عقوبة ممكنة. وإحنا بس عارفين إن هو بيعرض عنده مجموعة من العقوبات النصوص بتشير إليها، يا إما بجدع الألف، يا إما بصلم الأذنين، يا إما بقطع الأيدي والأرجل من خلاف، يا إما بفقع العينين، يا إما بالوضع على الخزون، يا إما بالسجن فقط. بس دي حالات الحالات اللي إحنا بنتكلم عنها في اعتداء على المعبد هيكون جرمه بقدر اعتداءه على المعبد أو أراضيه بأحد هذه الأحكام أو بها كل مجتمع. وعندنا نصوص بتأكد حاجات زي كده مثل أحد نصوص البرديات بتاعتنا الموجودة في متحف تورين بتذكر لنا العقوبات اللي أجريت على بعض المتمردين وأصبحوا مساجين داخل السجن اللي جوه معبد بتاع اللي في مدينة المنف. وده بيدينا معلومة جديدة أيضا إنه حتى معبد بتاع كان داخله سجن، ليست الإدارة الملكية فقط لديها سجن خارجي مستقل ولكن يوجد أيضا سجن داخل المعابد في مصر. وفي العديد من النصوص اللي ممكن تأكد لنا القصة دي.